في أغلب الأيام بنكون دايما مشغولين ووقتنا ضيق، علشان كده بحب أنزل لكم وصفات جديدة وسريعة ما تاخدش منكم وقت ولا مجهود. سيبكم بقى من طريقتكم التقليدية في الكبدة وتعالوا شوفوا الطريقة الجديدة بتاعتي النهاردة. كان عندي شرايح من الكبدة متقطعة كده زي البانية، لو عندك الكبدة صحيحة ومش متقطعة ممكن تقطعيها سلايسز كده أو شرايح شبه البانية بالظبط. هنجيب ملعقة من الثوم المفروم وكزبرة وكمون وفلفل اسود، الكزبرة والكمون ملعقة وملعقة والفلفل الاسود نص ملعقة. كمان ضفت نص ملعقة من عصير الليمون، وعصير الليمون هنا اهم من الخل، يعني مش مهم تضيفوا خل لكن ضيفوا عصير ليمون. الخلطة دي بنقلبها كويس جدا مع بعض، عايزة اقول لكم ريحتها رهيبة، بتقضي على اي ريحة غير مستحبة بتكون في الكبدة. هحط هنا شرايح الكبدة في طبق يكون مسطح كده علشان اعرف اوزع الخلطة بتاعت التوابل دي كويس على الكبدة. بحط على الشرايح كده بالملعقة وبسويها بظهر الملعقة، اهم حاجة ان احنا لازم كل الشرايح تكون عليها الخلطة الجميلة دي من فوق وتحت، يعني بعد ما هتبلها فوق هقلبها على الناحية اللي تحت كده، وهكرر نفس الموضوع، هضيف عليها بالملعقة الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها دلوقتي. الخلطة دي جميلة جدا جدا في كل انواع الكبدة، يعني حتى لو عملت الكبدة بطريقة تانية الخلطة دي جبارة حلوة قوي، ريحتها بتدي طعم كده ومذاق للكبدة يعني مميز جدا جدا، جربوها وانتوا هتعرفوا انا بقول ايه. المهم هكمل كل قطع الكبدة اللي معايا وهتبلها كويس جدا وهسيبها في التتبيلة دي حوالي 10 دقايق. بعدين هجيب طاسة وهحطها على النار وهحط فيها ملعقة واحدة من السمن تكون مليانة. بعد ما تسخن السمنة، لازم السمن يكون يعني مقدوح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، لما ننزل بشرايح الكبدة الكبدة بتعمل صوت كده اللي هو معناه ان خلاص كده السمنة زي الفل. بننزل كل قطع الكبدة واحدة ورا واحدة، مش بننزل بيهم مرة واحدة، علشان زي ما احنا متعودين في كل فيديو دايما اقول لكم اللحوم عموما بنحب ننزلها قطعة قطعة والسمنة سخنة او الزيت سخن، علشان الكبدة او الفراخ او اللحمة ما تنزلش المية اللي فيها وتنشف. انا بحب احتفظ بكمية المية او السوائل اللي جوه الكبدة او اللحوم عموما يعني، علشان تبقى جوسي كده وطريه من جوه، لكن من بره بس بتكون متحمره. بنضيف قطعه قطعه، طبعا القطع لما بنضيفها في السمنه بعد شويه بنلاقيها كشت شويه، فبيبقى في مساحه واسعه اني اضيف قطعه تانيه، كل شويه بضيف قطعه واحده من الكبده. طبعا احنا لما نلاقي القطع اللي حطيناهم في الاول اخدوا لون كده هيبقى لونهم جميل كده داخل على نحاسي، بقلبهم على الناحية التانية علشان يعني ياخدوا سوا من الناحيتين او ياخدوا صدمة من الناحيتين فتتغلف الكبدة وتبطل بقى تنزل السوائل اللي فيها. شايفين اللون الجميل ده؟ بصوا لما نوصل للون ده بشيل قطعة واحطها على اختها كده علشان افضي مساحة فاضية لباقي القطع الكبدة. انا كده خلاص سويت كل قطع الكبدة بنفس الطريقة بالظبط، هقلبهم او هرفعهم على ناحية كده في كورنر في الطاسة، وبعدين بجيب الفلفل اللي احنا مفرزينه في الفريزر وبضيفه يعني على جنب كده في الاول علشان بس يتشمع ويفقد السوائل اللي فيه. بعد ما هيفك هو بصوا في ثانية واحدة كده هتلاقوه فك، اول ما ياخد درجة حرارة الطاسة بتلاقوه فك في الحال، ما ينفعش نخرج الفلفل ده ونحطه على الرخامة لغاية ما يسيب او يفك، ما ينفعش، بينزل مية وبيفقد ريحته وبيفقد قيمته الغذائية حتى. لكن لما باخده من الفريزر على الطاسة كده بيبقى فريش جدا جدا اكنك لسه مقطعاه دلوقتي. بعد ما هقلب الفلفل حوالي دقيقة كده او دقيقة ونص في الطاسة على جنب، ببتدي اضيفه على قطع الكبدة وبقلبهم الاتنين مع بعض. ما تتخيلوش الكبدة بتبقى ريحتها عاملة ازاي مع الخلطة الجبارة اللي عملناها من شوية دي ومع الفلفل، الفلفل بيضيف اضافة رهيبة جدا جدا للكبدة. بصوا بقى هتحمروا الكبدة للدرجة اللي انتوا بتحبوها، لو عايزينها لونها احمر اكتر من كده براحتكم، بس انا عايزة اقولكوا اللون ده كويس جدا، ما تحاولوش تنشفوها اكتر من كده علشان تحتفظ بطراوتها من جوه. الكبدة ممكن تقدموها مع لسان عصفور او مع رز بسمتي، او ممكن حتى تقطعوا خيار مخلل وتحشوها سندوتشات، بتبقى جميلة جدا جدا. لو وصلتوا لغاية هنا بشكركم جدا، سيبولي تعليق ولو حرف واحد ولايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الاصدقاء والكل يستفيد معانا. بحبكم جدا جدا.